أنا من شيخ الدمشق كان معايا ابني، فكنت يعني نفسي أدخل الأزهر، فسمعت فضيلتك مرة بتتكلم عن التعليم الأزهري وإنهم بيدرسوا حاجات يعني مش مفهومة وفي العقيدة وكده، فأنا محتار يعني مش عارف أدخله أزهر أو أدخله عام. دخله الأزهر وضبط الأشياء الخطأ، لو في أشياء خطأ وجهه، لأن الأزهر له مناقب، فيه مناقب وفيه منافع، ولكن فيه بعض السلبيات تعالج، لأن إذا كان مدرس سني اللي بيدرس في الأزهر ضبط له المسائل. فدخله الأزهر أفضل. و بس انا ما اعرفش مثلا هي يعني انا مثلا هوقف معاهم مثلا في المعهد او في كده عشان بيشرحوا له ايه خلاص، هي الدين مسائل وربنا ما بيقول له ايه. هي مسائل معروفة خفيفة، يعني مسائل معروفة أقصد علاجها خفيف إن شاء الله. وانا راجل عام يعني ما فهمش مثلا خلاص هيدرسوني يا أخي ازاي. الكريم، أنت حر بقى في نفسك، أجبتك بالذي عندي، نعم أجبتك بالذي عندي، ما عندي مزيد. سلام عليكم.